واش راك الحاج لاباس؟ خير الحاج. هذه الحاجة بالطريقة هذه راك تعرضت حياة الطفل لخطر. يركب معاك بصح راه طفل. حنا رانا نحميو الطفل، رانا حياتنا نمدوها على جال الطفل هذا. بارك الله فيك. فهمتني؟ أنت راك تشوف قدامك بصح الطفل ما على بالش، ربما داخ، ربما ما شاف كاين شي حاجة، ربما خلعته كاين شي حاجة. أخي الكريم لا. هذه عندك الصح فيها. هذا راه الجيل الصاعد، هذا راه الجيل الصاعد الحاج. هذا راه من 3 شهور ولكن معايا في الطفل المدرسة. لا لا الحاج. هذا النوع هذا السلوك لا. هذا غير مقبول منك. وعليه الطفل لازم يهبط دروك، لازم نهبط الطفل هذا من المركبه تاعك، من الدراجه تاعك. نديه انا نوصلو، انا نضمن باللي نوصلو وين وين بغيت. انا نوصلو حتى وين يسكن. انت راك لا تشوف القدام، ما على بالكش الطفل اللور وكيف راه واش راه يتصرف. ربما داخلك، ربما ما شافك، ربما خلعته كاين شي حاجه. ربما كيما قلت لك لا تكونش عندك الحق، هذا راه قانون. حنا نحميو ولادنا. انت ربما راك تلبي له رغبه باه تهزو في موطو وتروح تحوس به. بصح بالطريقه هذه يا ترى راه محمي. انا يا ترى نسقسيك اخي الكريم، يا ترى ولدك هذا ولدك ولدي يا ترى راك تحمي فيه هكا بالطريقه هذه؟ غادي يروح